joining me today. So today we have another reaction video for you guys. I'm going to be reacting to a reading of the Quran for that. And please don't forget to like and subscribe down below. Please leave me some suggestions for videos to react to, stuff that you guys want to see, and I will do my best to get to those. So now for the video. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج من It was kind of like poetic, you know? Like there's something that's so special about a lot of like religious works. So there's something like that's so beautiful about it. It just kind of, I don't know, just like, yeah. There's something that's so beautiful that's so different from like anything else, you know? But thanks so much for sticking around and watching the video. I will see you guys later. Bye.